تفقد وزير الدوله للانتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى شركه حلوان لمحركات الديزل مصنع 909 الحربي وحده شبرا والتابعه لوزاره الانتاج الحربي واوضح الوزير ان شركه حلوان لمحركات الديزل تعمل على انتاج محركات الديزل المجهزه لكافه الاغراض الصناعيه والزراعيه ووحدات توليد الكهرباء بجوده عاليه وباسعار منافسه. وشدد الوزير على ضروره استغلال الطاقات المتاحه بخطوط الانتاج لزياده معدلات الانتاج من محركات الديزل والتاكد من اجراء عمليات الصيانه الدوريه لعربات المسارح المتنقله، كما اكد ضروره مواصله تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الانتاج الحربي مؤكدا حرصه على متابعه الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها.